في خضم التظاهرات التي خرجت في مدن عراقية عدة ضد الفاسدين وسارقي أصوات الشعب، عادت إلى الصدارة فضيحة أجهزة التصويت الإلكتروني التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات في انتخابات 12 من أيار الماضي. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فقد تجاهلت مفوضية الانتخابات السابقة 11 ملاحظة مقلقة أثارها ديوان الرقابة المالية قبل 3 أيام من انتخابات العراق التشريعية، بما في ذلك الإجراءات التعاقدية والتحقق من وثائق الشركة التي وردت تلك الأجهزة، وهي شركة ميرو سيستمز الكورية الجنوبية، فضلا عن عدم فحص الأجهزة على الوجه السليم للتأكد من خلوها من العيوب. ديوان الرقابة قال في تقرير اطلعت عليه رويترز إن تجاهل وعدم استجابة المفوضية للملاحظات المذكورة يعد مخالفة قانونية صريحة ساهمت في تمرير أجهزة العد والفرز الإلكترونية رغم عدم ملائمتها وسهولة التلاعب بنتائجها. كما أشار التقرير إلى رسالة من السفارة العراقية في كوريا الجنوبية جاء فيها أن شركة ميرو سيستمز قامت بتجميع المعدات التي أرسلت إلى بغداد ولم تتولى تصنيعها، واقترح تخفيض سعر الأجهزة فيما رفض مسؤول في الشركة ما جاء في التقرير، وأكد خلو أجهزة التصويت من أي عيوب. تقرير ديوان الرقابة المالية في العراق أشار إلى أن قيمة العقد مع الشركة الكورية الجنوبية تجاوزت 97 مليون دولار، رغم أن المفوضية قالت في نيسان الماضي إن قيمة الصفقة بلغت 135 مليون دولار. ومع تعالي الأصوات المطالبة بزجر المزورين في السجون، يتساءل المراقبون هل سينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا التزوير والفساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال، أم ستكشف الأسماء والجهات وتقدم للقضاء العادل؟